مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وخبر جديد. من بعد ما نزلت نور ستارز هي الصورة على الانستغرام واللي تجمعها مع المغني العالمي علي قاتي وعلقت تحتها بما معناه دائما أنت، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بإشاعة علاقة نور ستارز بعلي لتزيد اشتعالا بعد ما علق المغني على الصورة بما معناه أحبك. وهو بدوره نشر صورة تجمعه بنور ستارز على حسابه على الانستغرام وكتب بما معناه إنها أنت. فكل هالكلمات بتذكرنا بآخر أغنيتين لعلي، أكثرها أغنية It's You اللي صارت محققة أكثر من 100 مليون مشاهدة، وأغنية وارفت أوديو دير لوف يو اللي نزلت قبل شهر وصارت محققة أكثر من 16 مليون مشاهدة لحد الآن بدون فيديو كليب. صراحة علاقة الحب اللي بيناتهم اللي زعمها البعض مستحيل تكون صحيحة، فنور أكدت أنها مو مرتبطة ومستحيل تعلن عن هيك علاقة بهالطريقة وهي السرعة، فممكن يكون في تعاون بين نور وعلي. فهل ممكن نشوف نور ستارز في فيديو كليب علي مثل ما شفناها من قبل في فيديو كليب محمد رمضان، أو ممكن يكون التعاون من نوع تاني؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. Who's most likely to fart loudly in a crowded room? Who's most likely to cry while watching a sad movie? Most likely to have more than 5 children? Who's the smartest? Who would give all their money to charity? Most likely to kill someone. Who's first to die in a zombie apocalypse? Most likely to not take a shower for a week. Most likely to blow all their money in Las Vegas. Most likely to ask a stupid question. Most likely to throw a fit in a game of Monopoly. Most likely to shave their head. Most likely to forget your birthday. Biggest drama queen. Who's your favorite?